بفضل رؤية الملكية المتكاملة أضحت المملكة ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوح على المستوى الإقليمي والدولي، مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول. وهي رؤية سديدة أخذناها على عاتقنا في الحكومة من خلال بذل المجهودات الإضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع. فالحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو الاقتصادي التي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري الدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا وضمان الصمود المقاولات المغربية في وجه التقلبات الطرفية وحماية قدرتها التنافسية. بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية استطاعت بلادنا ولله الحمد تعزيز مكانتها في قطاعات استراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديدة. فبفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة. ومن جهة أخرى فإن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقتنا مع شركائنا التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري وإقامة شراكات رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية. فقد تميزت المرحلة السابقة من عملنا في الحكومة بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية وتحرير المبادلة التجارية وتقوية المكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية. فقد كانت سنة 2023 سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28% بزيادة تقارب 33 مليار ديال الدرهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم. وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات نسجل باعتزاز كبير الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا، والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي. فقد حققت صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعت على الارتياح بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت بنسبة 3.8% بقيمة
زيادة ديال 841 مليون درهم سنة 2023، كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر سبتمبر، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع ب 31% لتصل إلى 12.9 مليار ديال الدرهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاكي الكهربائية. ما يمكن لنا إلا نفتح اليوم بالمؤشرات المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال والنشاط ديال المقاولات الاقتصادية. هذا الشيء كنقولوا بناء على العديد من المؤشرات، منها أن التقارير اليوم كتبين أن 72% من المقاولات المغربية كيعتبروا بأن مناخ الأعمال ببلادنا طبيعي ومناسب للتطور. كذلك كيبان من خلال ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 50% مقارنة مع السنة الماضية، بحيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في 9 أشهر الأولى من هذه السنة 16.3 مليار ديال الدرهم. وهذا الشيء ماشي غير احنا بوحنا اللي كنقولوه، البنك الدولي مؤخرا دار واحد التقرير ديال بيزنس ريدي اللي حددوا فيه 1200 مؤشر متعلق بالظرفية ومناخ الأعمال بالنسبة ل 50 دولة صاعدة بالنسبة للمقاولات. وقلنا الحمد لله في هذه 50 دولة كتحتل مراتب متقدمة، والمعدل ديال المغرب كيتجاوز المتوسط بالنسبة ل 50 دولة المعنية بهذا التقرير. وستة ديال المجالات كبرى من أصل 10: إطار قانوني لخلق المقاولات، الخدمات المالية، شفافية الجبايات، التجارة الخارجية.